ضجة واسعة أثرها الفنان المصري محمد فؤاد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد بقائه على الهواء في مداخلة تلفزيونية. لم يتمالك محمد فؤاد نفسه عندما تذكر شقيقه إبراهيم الذي استشهد في حرب 67، وأثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة الام بي سي مصر. قال محمد فؤاد: أخويا اللي تحت الكبير استشهد في 67، هو مرجعش، عيلة كاملة عايشة على أمل إن يكون في يوم من الأيام نعرف له تربة، يعني هنموت من الوجع عايزين نشوف تربته، أمنية حياتنا نزور قبر أخويا ونقرأ له الفاتحة. وأضاف محمد فؤاد: أبويا الحاج فؤاد الله يرحمه عانى جدا جدا، كان أي خبر إن حد رجع من الأسرة ولا حاجة يروح يدور، وشقى ما بعده شقى، والله أصعب من خبر الشهيد إن يبقى مفقود. كلمة مفقود دي متعبة، تعباني لحد دلوقتي، وتعبان لتعب أبويا كمان، تعب الوالد والوالدة كان رهيب رهيب جدا. وأضاف محمد فؤاد: أقسم بالله أمنية حياتي أدفن أخويا وأدفن نفسي معاه، نفسي بس نعرف مكان أخويا فين. ربنا يوفق الرئيس ويجيب حق ولادنا، أبوس إيديكم يا رب يكون في خبر سعيد، والله العظيم لعمل فرح وقتها يسد شوارع مصر، وأغني ويبقى آخر يوم أغني فيه، مش عايز حاجة تانية من الدنيا. يذكر إن الرئاسة المصرية كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإسرائيلي تم خلاله الحديث حول ما تكشف بشأن ارتكاب مذبحة لجنود مصريين في إسرائيل عام 1967. هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر إن الاتصال تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالا بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس. وأضاف إن لابد من كشف إن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية في هذا الأمر، وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجداته بقية الوصول إلى الحقيقة. وفي وقت سابق أعلنت الخارجية المصرية تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة مذبحة لجنود مصريين في حرب أكتوبر عام 1967.